طيب نروح نشوف أهم العناوين الخاصة بالنادي الأهلي في الصحف. الأهرام: الأهلي يكتفي بهدفين نظيفين لماهر ومروان أمام بطل إثيوبيا. أخبار اليوم: في افتتاح المشوار الأفريقي الأهلي يفوز على جيما الإثيوبي بهدفين في مباراة الفرص الضائعة ويؤجل الحسم. المساء: الأهلي اقترب من الأمان لناصر ومروان. الأخبار المسائي: الأهلي يكتفي بالثنائية الأحمر يؤجل الحسم أمام جيما الإثيوبي بعد مباراة الفرص الضائعة. المساء: محمد يوسف حزين لكثرة الأهداف الضائعة، مدرب جيما قادرون على التأهل من إثيوبيا. الأخبار المسائي: عبد الحفيظ حققنا المطلوب. الجمهورية: عودة المصابين تعيد الثقة للأهلاوية.